السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بيتزا بطريقة جديدة، تجي الشكل ديالها رائع. المقادير اللي غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال السكر الخشن عين سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنايا الملح حسب الذوق، عندي هنا المدافي باش غنعجن جمع العجين ديال البيتزا. دابا غندور على بركة الله. ناخد قصرية فاش غنخدم، نوضع الدقيق، نوضع السكر الخشن أي سنيدة، نضيف الملح، نضيف زيت الزيتون، نضيف الزبدة، غنبسبس الدقيق اللي عندي هنايا بالزبدة والزيت، من بعد ما بسبست الدقيق ديالي بالزبدة والزيت نضيف الخميرة، نضيف المدافي، ندوب هنا الخميرة، نجمع العجين بالملح، والعجينة تجمعت لينا كما كتلاحظوا معايا، ما قصحش العجينة بزاف. دابا غنخلي العجينة كتخمر، الا كنتو مزروبين وبغيتو العجينة ديالكم تخمر لكم بسرعة كتشعلوا على الفران حد شوية غير يسخن حد شوية وتطفيو عليه، تدخلوا العجينة ديالكم تتخمر في ساعة. الحشو اللي غنستعمل في البيتزا، عندي هنايا الكفتة ديال الدجاج قليتها مع شوية الزيت مع التوابل الابزار التحميرة شوية الهريسة والملح، عندي هنايا الموتزاريلا، عندي صوص طوماط يعني لاصوص عادية اللي تدهنوا بها البيتزا ديالكم، وعندي هنايا أصفر بيضة غندهن بيه البيتزا من الفوق. هيا العجينة ديالنا خمرات كما كتلاحظوا معايا، دابا غنخويها من هاد الهواء اللي فيها بهذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا هانتوما كما كتلاحظو معايا، خديت نفس الكمية ديال العجين اللي كانت عندي،
تبع عنصر الرحام، رشيت على سطح العامل دقيق، ناخذ المدلك ونصبه. ناخذ لاصوص ناخذ الكفته الدجاج اللي عندي، ناخذ الموتزاريلا فندا غنقرولي هاد العجين ديال البيتزا بحال هاد الشكل هذا، غنرو ليها بحال هاد الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا طبعا ناخذ اللاطا اللي غنطيب فيها البيتزا ديالنا نمضحها فيها وندهنها بالبيض. انا حضرت الصينيه اللي كتدخل الفرن، رشيتها بشويه دقيق، غنوضع هاد الرولو هذا الصينيه بحال هاد الشكل. ناخذ اصفر بيض وندهن به البيتزا ديالنا من الفوق، ونزينها من الفوق بشويه الفرماج حمر محكوك. طبعا نخليو البيتزا ديالنا
تخلى غير حد شويه من بعد ندخلها الفرن كطيب. هي البيتزا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كيما كتلاحظوا معايا كيفاش تكون. بقى لي دابا الا نضعها في الطبق اللي غنقدم فيه. بقاو معنا وشوفوا معنا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. هي البيتزا اللي شفتوا معايا هي الطريقه ديال التحضير ديالها، الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء، والى اللقاء.